سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله سماحة الشيخ عقيل. مولانا خادمكم. حياك الله، أحببت أخبر حضرتك في أمر هام. خدمتكم، تفضلوا. حياك الله. سماحة الشيخ عقيل، من الذي يرزق الناس بالولد؟ من الذي يرزقنا الولد؟ عفوا شوي، انا في طريق يعني مسافر، ممكن اتصال فد ربع ساعه اذا امكن؟ طب هو بس حتى تجيب، يعني انت اسمع بوضوح، انت رزقك الله ولد، من الذي رزقك؟ اصلا انا بخدمتك، بس الصوت مو واضح، بس فقط ما جاء نصف ساعه وصلنا، يعني كمان وانا الخدمة يعني الله. يعني بعد نصف ساعه اتصل عليك؟ ان شاء الله. اصلا يعني سمعنا ها، انه قلت لك بعد نصف ساعه اتصل عليك، قلت لي ان شاء الله، يعني سمعنا. اجب بقى لو سمحت شيخ عقيل، اجب واغلق الخط. من الذي يرزق الولد؟ من الذي يرزق الولد؟ الذي يرزقك الولد هو من؟ من الذي السؤال؟ من الذي يرزقنا بالذريه؟ من الذي ما اسمع زين واضح، من الذي؟ اذا اردت ان يرزق، من الذي؟ اذا اردت ان يرزقني الله بولد، ادعو من؟ تدعو من؟ نعم، تدعو الله. أحسنت، تدعو الله إن شاء الله. أحسنت يا شيخ عقيل، أحسنتم واقعا، أحسنتم. حتى يرزقني الله ولد، أدعو الله سبحانه وتعالى. لكن عندك المرجع محمد الصدر بيرزق ولد، أنت عارف إزاي؟ ها هو أنا في موقع الصدر والله الآن، مقتدى الصدر بيتكلم عن أبيه، بيقول وامرأة كان عندها انسداد بالأنابيب ولم تنجب، ورجع للدكتور وما فيش خالص نهائي، ما في، وكان لازم عملية ب13 مليون، قالت لابد ان انا اقصد الطب، مدينة الطب، اي الشهيد محمد، السيد الشهيد محمد الصدر، زارته، وبعد 15 يوم حملت وأتت بولد ببركة محمد الصدر. فما رأيك يا شيخ، هل الله اللي يرزق ولا محمد الصدر؟ هرب واغلق الخط. كنا الاول بنسمع منكم يا شيعة انك تدعو الحسين، تدعو ابا عبد الله، تتوسل بالمهدي ترزق بالولد. الان بقى حتى المراجع بيرزقون الولد، بيرزقون الذرية. شفتم يا شيعة الشرك بيصل بكم الى ماذا؟ شفتم الشرك، حتى انتم قد تستصغروا الشرك بالله تبارك وتعالى مع الائمة، وصل بكم الى المراجع الان. عبيد امثالكم يعصون ويفعلون الموبقات، ومع ذلك تظنون انهم يرزقون وهم اموات. اللهم هدعهم الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد.